بتنفذوا اللي اتفقنا عليه، بس اهم حاجه تظبيط الوقت يا حلمي. انا معتمد عليك في الحكايه دي. ما تخافش، هي دي اول مره. اول مره يكون فيها هشام. ما تخافش، بمشيئه الله هيبات في فرشته الليله. انا بقى هاجي من هنا. حلمي ايه ده؟ اتخضيتوا كده ليه؟ هو حد برضه يشوف القمر ده ويتخض؟ هتقعد بقى تقول لي قمر ومش قمر يبقى فيها حاجه. رحيم، انت بتمضي بابا على شيكات؟ شيكات؟ هو احنا حلفنا اي حاجه عشان يمضينا عليها؟ تبقى ورقه اعرف فيه، صح؟ انا بقى هقول لحنان. حنان بنت ريم، ريم ريم عايز يتجوز عليك. ريم ريم مش عايز هزار. الله، انت عايزه تودينا في داهيه؟ انت مش عارفه ان امك رايحه منها؟ طب خلاص يا جماعه، يا ريم تعملوا ايه؟ لا تسكت بنتك يا حلمي. على فكره انتوا فاهميني غلط خالص، انت فاكرني عبوده ولا ايه؟ ريم بلاش ده، رحيم مش فايلك. انا هزعل وهجيب ناس تزعل. طب اقول لك على حاجه، انا عايزك تاخدي بعضك والناس اللي انت هتجيبيهم وتروحي تزعلي هناك جنب الحيط. ريم اخلصي، انتوا قاعدين في اوضتي. بجد اخلصي، احنا مستعجلين وعايزين ننزل. وشوف انت كنت جايه ليه. ماشي، 50 جنيه 50 جنيه وتوزع. لا اخلصي بجد، سأرحل وستندمون انتوا الاثنين. طب يلا يلا بقى. ماشي، شكرا. كنت جاي اخد حاجه من اوضتي اللي انا مش عارفه اتهنى فيها بسببكم. والله كبرت يا ريم. فين ايام زمان؟ كانت بيلي صغيره كده، فاكر نقعد نحدفها لبعض وامها تقف في نص الصمت. طول عمرها مجنونه. على فكره انا كبيره من زمان، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم مني. ريم يلا بقى ذوق عجل. ماشي يا حلمي، اوعى تفتكر ان انا خلاص كده، انا هرجع لكم تاني. ريم خلاص، ربنا يخليها لك. عقبال ولادك لما يجروا حواليك كده ويرخموا عليك. داليا تلبس قضيه مخدرات؟ طب ازاي؟ هي عندها سوابق قبل كده؟ لا يا فندم، صفحتها بيضاء، بس انا اعتقد ان هو رحيم، يعني مش هم كانوا مع بعض قبل ما تسجن؟ وهو ما خرج لها مخطوبه لواحد تاني؟ لا، رحيم ملوش يد في الموضوع ده، ما اعتقدش. معقول يعني الرئيس تبقى صدفه؟ صدفه ولا مش صدفه؟ ما اعرفش هي قعدت كده ليه؟ قفل الضبه مفتاح. والله يا باشا هي طول عمرها كده. عايزك تروح لظابط القضيه دي وتساله ايه اللي حصل بالظبط. تحريات ولا بلاغات ولا ايه في ايام ام السودا اللي لابسه 60 نيله دي؟ أمر ما عليك. بطل سجاير عشان صحتك. لا مؤاخذه يا ريس. اتفضل يا باشا. داليا وقضية مخدرات، حاجات عجيبة وغريبة جدا. داليا مخدرات. ماشي، بس هوصل. عايز كل حاجة ترجع لمكانها. إخواتي، أصحابي، رجالتي، علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت، كل حاجة لازم تتعمل صح. علشان يوم ما رحم السوفي هيضرب، الكل هيقع.
بقول لك يا الشبع، تعرف ارض ابو علبة؟ ابو علبة؟ قال لك فين يلا؟ ما يعرفش ابو علبة. تعالي بسرعة. في ايه؟ تعالي. في ايه بس؟ فين ده تشوي الاسم؟ رجع حيزه ولا رجعك تاني؟ يلا. افتح الباب. خفيش يا اختي، احنا كلنا غلبة زي بعض. تعال اقعد جنبي. قلت الرجالة تقعوا المكان؟ ما تقلقش، الجنينة مترشقة بالرجالة بتاعتنا. مفيش غير الممر ده. خد بالك رحيم. خليه على الله. حلمي، لف وقابلني من الناحية التانية. يلا بينا بسرعة من هنا يا رجالة. نورت يا رحيم بيه. ما تتهورش يا رحيم بيه، اخوك في ايدي. رحيم، هشام، هشام، رحيم. هشام، 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 هدل على سلامتك يا هشام. على سلامة أخوك، بس خلي بالك من سلامة الباقي.